زكريا عرفولي شكون الفنان او الفنانة اللي عاونك بزاف ولا دار معاك شي موقف اللي ما تنساش؟ فنان كاين بزاف صراحة، كاين بعد الفنان حسين الجسمي اللي في المسابقة اللي كنت في دوينر إز في لافينال كان صوت عليا يعني باش كنت غنربح 500 ألف دولار، يعني كان بقى لي أن باور بحسن صوني 500 ألف دولار الجسمي علاش ما صوتيش أصاحبي؟ راه صوت المشكلة، صوت عطاني الصوت ديالو باش حسين الجسمي راك عارف بين قوسين احتراماتنا للفنان ولكن كيقول قواه شوية فهمتي؟ لا لا هذيك غير مشات عليه مسكين، لا 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 إشاعات وراه جاوب عليهم إشاعات هو كان صوت عطاني واحد الانديكاسيون حيت هو من بعد في ليميسيون كيعطيك لارتيست انديكاسيون واش تكمل باش تبوزي واش تكمل ولا تبوزي ولا تنسحب وحده من الجوج. انا من حسيت بشويه ديال المنافسه بوزيت من بعد لقيت راسي انا اللي رابح، مي الكلام اللي قال في حقي بطريقه كيفاش قال سا ما في بليزير. كان كذلك الفنان سعد المجرد تواوقف ما كنعرفوش شخصيا، ربي كنعرفو شخصيا وتلاقيت به مجموعه من المرات، كان اي اغنيه تقريبا كنديرها كيبارطاجيها عنده واخا ما تنقولهالوش هو ملي كتعجبو كيبارطاجي سما في بليزير. وشكون الفنان او الفنانه اللي ما وقفش معاك ولا دار معاك شي موقف ناقش شويه؟ عبر بكل صراحه هذه صعيبه. حنا نطفيو الكاميرا هاد جوج دقائق غير عبر والله غير قول زعما خاصك يكون شي واحد ما دارش معاك المزيان في شي حاجه. ما كاينش زعما صراحه، حيت شوف انت لي زارتيست ما عمرك تتسنى منه يدير معاك شي حاجه باسكو اللي كيعاونك يوصلك هو البوبليك وهما عائلتك هما الناس ديالك. لارتيست يقدر يعاونك معنويا، الا مثلا ما عاونكش ماشي مشكل ما غاديش. شي منافسه غير شريفه ولا قال لهم زكريا ما هذا كاين شي وحده ولا شي واحد؟ لا ما كاينش صراحه، لا كان ديغنييرمون واحد لو تي كلاش صغير مع ايهاب امير بس ماشي كلاش يعني كان مي هضرنا عليه بزاف ما بغيتش نعاود نرجع عليه مره اخرى. مي كيقولوا بان يعني قبل ايهاب امير يشارك ستار اكاديمي كان دار الكوفر دلواه لواه دابا اللي كاينه وما كانش هضر عليها كاع اعلاميا. هذا هو لو بتي تخوك اللي كنت انا كنت تقلقت منه. من بعد تلاقينا وهضرنا هو شرح الموقف ديالو، هذا هو لو سول تخوك اللي كان بيني وبينه.